صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 57 لسنة 2021 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. جاء فيه يعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من السيد عدنان عبد الوهاب إسحاق وكيلا مساعدا للسياسات المالية والميزانية، السيد مبارك نبيل مطر وكيلا مساعدا للعمليات المالية.